يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني وينورني في هذه الفقره ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ الكبير الاستاذ احمد جلال. استاذ احمد مشرف ومنور دايما، بسعد واستمتع جدا بتواجدك معايا. انت اللي منور يا كريم ومتالق دائما حبيبي. مشرف ومنور، ربنا يخليك ربنا يخليك. الاول هبدا معاك بنادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا بيعيش فتره حلوه، فتره فيها كثير من الاستقرار على المستوى الاداري، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، نتائج كويسه، بطوله كاس، صداره دوري. الحاله اللي وصل لها الزمالك دي، لو كنت سالتك واحنا قاعدين مع بعض اول الموسم الزمالك هيقدر يوصل للمرحله دي هتقول لي مستحيل طبعا، ولا كان حد يفكر ابدا. يمكن في امور تضافرت، يعني من رحم المعاناه خلق الامل. صح. ظهر لعيبه ما كانش حد يفكر ان هم يبقوا موجودين اصلا في القايمه، يعني مزبوط. كانوا ماشيين مظبوط. سيد نمار كانوا بيفكروا يمشوه، فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، وقالوا ساعتها لو تفتكر لا ده الزمالك مشى حسين فيصل وقعد ناس مش على مستوى. صح. على فكره دي خلقت دوافع عند اللعيبه بشكل كبير. مظبوط. وعايز اقول لك ان هم اجتمعوا مع بعض وتعاهدوا ان هم يثبتوا للناس ان هم لعيبه كويسه. صح. خصوصا ان هم سالوا نفسهم يا جماعه احنا عندنا كام سنه؟ مواليد 2000 يعني عنده كام سنه؟ 22 سنه. يعني مش ناشئ. صح. مش صاعد. النهارده الناس بتتكلم عماله تقول في الميركاتو محمد علي بن رمضان والاهلي والزمالك. محمد علي بن رمضان نفس السن على فكره، 22 سنه. صح. شوف انت بتتكلم عليه ان انت يجي اهلي وزمالك وانت بتتكلم على اللعيبه، وكويس ان انت جبت ريفرنس في وطننا العربي وجنبنا يعني بالظبط، مش بعيد. لو رحنا في اوروبا هنلاقي الناس عندها 17 و18 هالاند مثلا يعني. بص عاملين مبابي، جابي انا بتكلم عن محمد علي بن رمضان، جابي اساسي برشلونه عنده 17 سنه واساسي برشلونه يعني. يبقى انت بتتكلم في ان اللاعب بيطلع امتى، و في لعيبه بتنور كبيره شويه 20 21 ماشي، بس فكره ان انت تفضل قاعد لعيب لغايه 22 سنه ثم تبتدي تطلق عليه لقب اللاعب الصاعد او اللاعب الناشئ. في لعيبه بتقعد لغايه 25 سنه 26 سنه بيتقال عليهم نفس اللفظ 27 28 ثم نتذكر فجاه ان هو على مشارف ال 30. صح. فدي كلها حاجات ظهرت في الزمالك. رحيل كارتيرون كان يعني واحد من افضل الحاجات اللي حصلت للزمالك، لان اللي جه البروف فيريرا صحيح القماشه ما طلعتش، المكنه ما طلعتش قماش في الاول طبيعي. صح كان في بعض المشكلات طبيعي. لكن الراجل استفاد كثيرا من توقف للدوري، امتد لاكثر من 3 اسابيع، بدا يتعرف على اللعيبه على امكانياتهم، بدا يتعامل مع القماشه بشكل مختلف. صح. قدر ان هو يخلق النجاح والعمل الجماعي، بقى هو البطل. امام عاشور بيغيب مفيش مشكله. صح. طارق حامد موجود، محمد عبد الغني تحول من مساك الى لاعب خط وسط متميز. تمام. حتى اشرف بن شرقي مشي مع عادي لاعب شيكابالا. الناس بتتكلم على ان مفيش صفقات، لا في لعيبه طالعه. ابو جبل يمشي، عواد يتشبث بالفرصه ويثبت وجوده بشكل كبير جدا. ويصبح الناس بتتكلم دلوقتي ان هو مش منافس، لا ده ممكن يبقى حارس مصر الاول. صح. طبعا الشناوي سيظل الشناوي، لكن منافسه كويسه، منافسه حلوه طبعا. فكل دي عوامل. انت كان في واحده كمان عايز اضيفها لك، انه كتير كان يقول لك ايه محمود علاء بيلعب عشان ملوش بديل، ما هو حتى لو مستواه قليل حسام عبد المجيد، فالراجل قعد محمود علاء على الدكه وحسام عبد المجيد بيلعب اساسي. لا ولما رجع محمود علاء، ما انا بقول لك هو خلاص التركيبه ماشيه كويس. صح. ما حدش هيخرج منها الا اذا قصر هيخش حد مكانه. مظبوط. والناس برضو في روح حلوه في الزمالك الحقيقه، لابد ان نشيد بيها. اللي بره بيشجع اللي جوه بشكل جيد، واللي بينزل بيحاول يبقى افضل. اسلام جابر خد فرص، اشتغل على نفسه. نفس الكلام محمد اشرف رؤى اللي كان هيمشي من شهر. صح. واتقال ان هو خلاص يعني بيقضي الموسم حتى نهايته. النهارده الزمالك بيتكلم ان هو يجدد له موسمين. صح. فالكلام ده كله متغيرات ما كانتش على البال وعلى الخاطر. صح. كلها صبت في مصلحه نادي الزمالك، مع استثمار بعض اللاعبين اصحاب القدرات الخاصه. بن شرقي قبل ما يمشي، شيكابالا، زيزو طبعا اللي هو بلا جدال افضل لاعب في مصر حاليا طبعا، دخل القطر طبعا بلا جدال طبعا، فنا وخلقا. صح. وانا قلت خلقا عشان اللي هو عمله النهارده لما عمل حاجه ما كانتش يعني على المستوى بخصوص ياسر ابراهيم، وسار على الفور بتصحيح الخطا، عنده شجاعه الاعتذار. صح. وده شيء محترم جدا. صح. من لعيب محترم، عشان كده قلت لك خلقا قبل فنا. فارق جدا، وضيف عليهم بدنيا كمان عشان مش لاعب بدنيا في مصر زي احمد زيزو وجاهزيته بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا. واتمنى ان هو اذا كان هيحترف يعني ينطلق للدوري الاوروبي، اتمنى ان هو يكمل في الزمالك، انما احد الدوريات الاوروبيه. انما مع كامل احترامي لكل الدوريات العربيه ما تفرقش كتير قوي عن الدوري المصري. مظبوط. فلابد ان هو يكمل في الدوري المصري او ينطلق مره اخرى للعب في اوروبا. هو عنده حاجه في الوطن العربي؟ اتقال انه عنده عرض من احد الانديه العربيه او الخليجيه، وقالوا انه الشرط جزائي، لكن هو للامانه لم يستغل ولم يفكر في استغلال الشرط الجزائي، ويقدر ب2.25 مليون دولار، وهو نفس الشرط الجزائي الموجود في عقد الونش. لكن الاثنين قالوا لا، احنا مش هنستغل الشرط الجزائي. ليه اتعمل ساعتها؟ لان كان في لجنه، واللجنه قالت لضمان اللعيبه حقها، فممكن نعمل العقد بهذه الطريقه، واللعيبه اتفقت على هذا الامر، وبالتالي لم يتم تغيير العقود حتى الان، لكنهم ما فكروش للحظه واحده في استغلال الشرط الجزائي. طيب، اتقال امبارح اول امبارح بعد تألق زيزو وعظمه وروعه زيزو اللي كلنا متفقين عليه زي ما انت قلت كده، مفيش اثنين هيختلفوا ان زيزو افضل لاعب في مصر طبعا، على مستوى الثبات في المستوى، على مستوى الامكانيات الفنيه والفرديه والجماعيه وكل شيء. في ناس بقى حاطط لك احمد سيد زيزو ومحمد صلاح في جمله مفيده، قال لك انه ما زيزو يلعب مكان محمد صلاح، زيزو يلعب اساسي على محمد صلاح. طب ليه زيزو ما يلعبش ومحمد صلاح في الملعب؟ وده حدث مع كيروش اكتر من مره يعني. دي نقطه مثلا. والنقطه الثانيه، انت ليه تدخله مع محمد صلاح؟ يعني اصل كده محمد صلاح هو الجناح الايمن الافضل في العالم، يعني هو مفيش حد ياخد مكان محمد صلاح في العالم في الكره العالميه، حتى انشيلوتي نفسه قال لك احسن جناح في العالم، فليه تحط في مقارنه مع محمد صلاح اصلا يعني؟ والنقطه الثانيه ان زيزو بدا يطور من نفسه، صح. ممكن يشتغل 8، أيوة. ممكن يشتغل 10 اذا احتجت، ممكن يشتغل ليفت طبعا يعني 10 دي ما بقاش في حاجه واحده غير البرنامج بتاعك. ايوه صح كده. ايوه سواء انت قلت حاجه كوميديه جدا، انا اصلا قعدت مع نفسي شويه، قلت انا اخترت رقم 10 عشان هو ده اهم لاعب في الملعب، دلوقتي الرقم 10 بيلغوه، فعايز اغير اسم البرنامج. هو بس اسم البرنامج بتاعك هو البراند والله، صح. انما حتى في الخطط لو تلاحظ الراجل ما بقاش يتعامل مع فيريرا، ما يتعاملش مع اوباما كرقم 10، صح. وحتى دي خلت اوباما ما يبقاش موجود في الملعب طبعا. الى حد ما لو تفتكر ده اللي عانى منه قفشه مع موسيماني بالظبط الاخير، لما موسيماني دلوقتي بدا يتطور ان هو يشتغل، حاول يشتغل جناح، يشتغل 8 يعني. الماتش اللي فات السوليه ربنا يشفيه طبعا ويشفي كل المصابين، لما اصيب الراجل تحوله ل 8، مظبوط، فبدا يشتغل فيها كويس، صح. فده اللعيب اللي بيتطور، صح. زيزو بداية الموسم كان كويس جدا، أيوة. لكن كان عنده مشكلة في الفينش. دلوقتي الفينش رائع، سواء في الكرات الثابتة أو في الكرات المتحركة، صح. أو حتى طبعا في الأوفرات اللي هو متميز فيها جدا، أو التسديد، كل الحاجات دي بتزوده، بيعمل كل حاجة بالظبط كده، حد ضربات الرأس جاب جول. طب ليه الراجل طبعا جول حلو جدا اللي عمله سيف الجزيري، وهو حطها بدماغه، صح. متقنة، صح. كان ممكن جدا لو لعيب تاني كان طلع بره، مظبوط، أو خبطت في حد، وهيتقال لك ساعتها اصل هو مش مهاجم ومش مميز في ضربات الرأس، فعنده عذره. هي دي ميزة الفينش، عشان كده بقول لك الفينش بتاعه كويس جدا، صح. وطور نفسه، هي دي كل ده تجمع مع الروح العاليه والقتاليه والاستقرار، ادى لنادي الزمالك بيتصدر الدوري عن جداره واستحقاق حتى الان. عظيم جدا. قلت لي موقف قبل ما نخش على الهوا لفيريرا النهارده او امبارح في الفوتو سيشن اللي عملوه عشان بطوله الكاس. هم عملوا فوتو سيشن او جلسه تصوير احتفالا كنوع من الذكرى للفوز، فالراجل بيتصور، فالجهاز المعاون هيتصور مع دوري الكاس، فقال لهم بعد اذنكم انا مش هتصور مع الدوري، حضرتك كابتن اسامه، كابتن احمد عبد المقصود، كجهاز اتفضلوا صوروا مع الدوري براحتكم، انتوا كنتوا شركاء في هذا الامر مع كارتيرون، لكني لم اكن شريكا في هذا الامر، انا مش هاكل حق غيري، اتفضلوا حضراتكم تصوروا، وانا هتصور مع كاس مصر باعتباري كنت شريك معاكم في الحصول على كاس مصر. ده بيعكس لك قد ايه الراجل ده بيحترم نفسه، وعنده الجرأه وعنده الشجاعه، زي ما خرج في وسط الفرحه بكاس مصر، خرج قال تصريح مهم جدا، قال لك انا اخطأت في بعض التغييرات، صح. في الملعب، صح. هذه شجاعه رجل يحترم نفسه، صح. شجاعه رجل يثق في نفسه، صح. وعارف هو بيشتغل ازاي. الناس كلها طلعت تقول اعظم مدرب واعظم مدرب، هو قال لك انا اخطأت في بعض التغييرات، وحتى المحللين وهم بيتكلموا احترموا فيه ده. بس حلوه المعلومه دي قوي، حلوه تعرفك الشخصيه عامله، كنا عارفين يعني فيريرا يعني، بس الشخصيه انه حلوه قوي. هبقى قاعد في فوت سيشن او في جلسه تصوير بتصور جنب دوري وكاس، في العالم كله بيشوفوني وانا واخد دوري وكاس، ما حدش هيسال اصلا هو اللي خد الدوري ولا الكاس. قال لك لا الدوري ده مش بتاعي، مش هاخد صوره مع الدوري، انا هاخد صوره مع الكاس بس. شيء محترم يعني، لقطه عظيمه ومنطق يعني، الراجل بيشتغل بالمنطق، عشان كده ده هو ناجح. يعني في مدربين يقول لك ايه القماشه مش قد كده، انا مش عارف اشتغل، مش موعدكمش في حاجه، لا هو قفل على نفسه، صح. ما اتكلمش كتير، يعني زي ما انت قلت من شويه، لو قلت لي الزمالك ممكن يخش في منافسه هقول لك هيبقى صعب جدا في ظل ايقاف القيد، وما فيش صفقات وما فيش لعيبه وما فيش مهاجم. يعني الناس يعني لغايه شهرين كان الكلام ان سيف الجزيري ماشي وهيتعرض للبيع، النهارده سيف الجزيري رقم 1 في مركزه، وحتى لو الزمالك تعاقد مع لعيبه جدد هو مش ممكن يتخلى عن مكانه بسهوله. صح. فالحاجات دي كلها بتؤكد ان القطار الزملكاوي ماشي في طريقه الصحيح. صحيح. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الاستاذ احمد جلال بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع استاذنا الكبير استاذ احمد جلال. استاذ احمد، الاهلي بقى الناحيه الثانيه، الاهلي مرحله مش عايز اقول، انا قلت امبارح اول امبارح انه لا مش في كارثه، ما ينفعش نقول ان هو في ازمه كبيره، ممكن نقول انه في حاله مش متزنه، ده الوصف اللي ممكن يكون صحيح عشان الاهلي ما خسرش كل حاجه لسه يعني. حال الاهلي من وجهه نظرك، التخبيط والتخبط واللخبطه والامور الفنيه وانتقادات مدرب ولاعبين وتفاصيل كثيره، منطقيه ولا دي في شايف فيه بعض المبالغات؟ بص، هو في جزء مهم جدا لازم نقوله، ان اللعيبه دي تاكلت من كتر تلاحم المواسم. صح. مع الاهلي ومع المنتخب في 3 مواسم، لان معظم لعيبه النادي الاهلي بتلعب منتخب مصر. صحيح. تقريبا في بنتكلم من 8 ل 10 لعيبه. صحيح. وبعدين اللعيبه شاور على لعيب كده يا استاذ كريم في الملعب في النادي الاهلي وقول لي ده ما تعورش كله، انا بتكلم على واحد مفيش كله. ومعظم الاصابات ضمه خلفيه، اماميه، حوض، غضاريف، كل الاصابات كده. صح. طب دي مشكله احمال، مشكله جلسات استشفاء. صح. حتى الراجل ريكاردو سواريش، والتاني بقول لها معاك يا جماعه، ما اقدرش اقيم ريكاردو سواريش ولا اقول ان هو عبقري ولا نقول ان هو ضعيف. يا ضعيف الراجل، ما اقدرش اقيمه حتى نهايه الدوري. طبعا. حتى لو خد الدوري. طبعا. كمان. ايوه بالظبط. الموضوع صعب. خسر الدوري، خد الدوري، ما اقدرش الومه. صح. انت الراجل قال جمله في منتهى الاهميه، قال يا جماعه هو دلوقتي داخل في حوالي 20 يوم موجود في مصر. تخيل الراجل بيقول لك انا ما برنتش اسبوع، لان انا بمرن يوم وبعمل استشفاء يوم ومران خفيف يوم والعب. لا ليه؟ انت عندك اهو، انت النهارده قعد مع اللعيبه وقال لهم انا هلجأ لاسلوب جديد، هلجأ لاسلوب النظري والجلسات الذهنيه والفيديوهات اكتر من التدريبات بسبب الاجهاد البدني الكبير. بدأ يحفظ نظري علشان يشتغل معاهم بشكل مختلف ويعمل تمرينه، وعنده ماتش بكره ولسه بعد كده عنده ماتش بعديه، فكل 3 ايام ماتش، اللي هو يعني بتريح، المفروض يعني بتريح، انت ما بتريحش، انت بتلعب، بتعمل جلسات استشفاء. فبدأ يشتغل على هذا الامر. الاصابات الكتير في الاهلي بقت شيء صعب. احنا بنتكلم مثلا دلوقتي في 5-6 لعيبه موسمهم منتهى، سليه على حسين الشحات، في لعيبه كتير جدا، سليه وحسين الشحات دول خلاص الاصابات، واكرم مش هيخش دلوقتي، ولا عمار حمدي، ولا محمد شريف موسمه منتهى. كلها اصابات عضليه. صح. باستثناء طبعا انا اكرم وعمار دول حاجه قدريه اللي هي الرباط الصليبي، انما بقيه الاصابات كلها اصابات عضليه. هتسترد بعض اللعيبه، رجع لك كوليس ميكسوني، اعتقد بيرسيتاو بدا يخش، طاهر محمد طاهر جاي، لكن في النهايه كلها اصابات مشكله. حتى صلاح محسن عنده الام في العضله الخلفيه، فدي مشكله كبيره جدا ادت لجزء من تذبذب نتائج الاهلي، اضافه الى التغيير. موسيماني لديه اخطاء بالطبع، مش مدرب ما عندوش اخطاء. لسه بنتكلم عن فيريرا، رغم ما يذكر ان هو عبقري، لكن قال لك انا عندي اخطاء، حصل 1 2 3، لكن انا لازم احسب حسبتي. الراجل ده لو مشي النهارده ضرر المشي ايه، ولو قعد الاستفاده قد ايه. طبعا ممكن جدا كنت تعدل بعض الامور، عايز تجيب له مدرب عام ماشي، او عايز تجيب له اضافات للجهاز ماشي، عايز تغير مدرب احمال ماشي، لكن في النهايه مشي دلوقتي انت ظلمت نفسك وظلمت اللي جاي. طيب اقول لك حاجه بعد اذنك، الاهلي لما مشى موسيماني هو تصور او ارى المشهد ان موسيماني ممكن ما ينجحش لنهايه الموسم مثلا، مش هقول ان هو مشاه عشان القرار الرسمي ان موسيماني هو اللي خد قرار المشيان، بس يعني هم ما اتفقوش، نقول ان هم ما اتفقوش وما كملش. جاب سواريش وهو عارف انه قال لك ايه، انا هجيب سواريش، نجح ما نجحش، ما هو كده احنا كنا متصورين ان موسيماني مش هينجح. انت محتاج تقول للجمهور وتقول للاعيبتك والجهاز الفني يا جماعه دي مرحله انتقاليه، ما انه الراجل دوت مش مطالب انه يكسب الدوري، اللعيبه دي بالحاله اللي هي فيها مش مطالبه تكسب الدوري، يمكن لما ترفع الضغط ده يكسبوا وينجحوا، لكن هو المشكله انه ما حدش قال الكلام ده ولا حد هيقوله. خليك واضح، برشلونه عمل كده السنه اللي فاتت، برشلونه كان عنده ظروف معينه، لكن انت عندك ظروف صعبه برضه، بادئ الدوري كنت انت اللي متصدر وكنت انت اللي ماشي كويس، حتى نهايه الدور الاول، لكن او يعني حتى دخلت مع مد دوري الابطال كنت انت اللي متصدر الدوري. فالتراجع والترهل في المباريات، الاهلي فقد حوالي اكثر من 20 بونت، ورغم ان هو مثلا في المواجهات المباشره مع الناديين اللي هم قصاده هو متفوق على الزمالك، كسب الزمالك في ماتش وتعادل معاه في مباراه، وكسب بيراميدز بماتش وخسر ماتش تاني. صح. حتى لو انت بصيت على المباراتين الاهلي كسبان 3-0 وخسران 2-0، يعني حتى لو انت طبقت مبدا المواجهات المباشره الاهلي افضل من بيراميدز وافضل من الزمالك، لكن هو ده دوري، يعني نقاط، هي دي المشكله. الاهلي خسر الدوري السنه اللي فاتت وهو برضه كسبان الزمالك في ماتش ومتعادل معاه في الماتش الثاني، لكنه في النهايه خسر اللقب وقدام يعني مثلا انديه صنعت الفارق. صح. يعني امبارح ماتش الجونه كان نقطه فارقه، ليه؟ لان الجونه السنه اللي فاتت ضيع برضه او جزء من ضياع الدوري على الاهلي. صح. ذهابا وايابا الماتش انتهى بالتعادل. صح. فدول 4 نقاط ضايعين. حتى في الدور الاول السنه دي برضه ضيع من الاهلي نقطتين. طيب عشان انا فاضل معايا دقيقه واحده بس، سؤالي الاخير ليك، بيراميدز ممكن ياخد دوري؟ وارد طبعا. وعشان كده هم متحمسين جدا ان هم يجيبوا حكام اجانب. انت خلي بالك، انت بيراميدز لو كسب الزمالك هيبقى الفرق نقطه واحده. صحيح. وهيبقى قدامك 8 ماتشات. الاهلي امله وحظوظه كبيره، لانه لو كسب ماتشاته كلها 3 نقاط اذا الزمالك كسب ماتشاته. صحيح. فانا قلت لك على فكره الصراع هيظل محتدم، واللي هيقدر يتعامل مع ال8 ماتشات اللي جايه بالنسبه للباقيين، الاهلي 10 ويقدر ان هو يتلافى الاجهاد، هو اللي هيقدر ياخد الدوري. صحيح. استاذ احمد، شرفت ونورت كالعاده، استمتعت جدا بوجودك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف